ضمن إشبيلية الإسباني تواجده في نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب إياب نصف نهائي المسابقة. وسيلاقي إشبيلية في النهائي روما الإيطالي، وذلك في المباراة التي ستقام يوم 31 مايو الجاري على أرضية ملعب بوشكاش في المجر على الساعة 8 مساءً.